أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العربية العراقية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نبدأ من الهيانات. خسرت العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان، دليل على تورط حكومته بالانتهاكات. في الشرق الأوسط، فصائل تدعمها إيران نشرت قناصة احتجاجات العراق. العربي الجديد، جهود العراق، جهود حكومية لتبرئة ميليشيات الحشد من اتهامات قمع المتظاهرين. في القدس العربية نقرأ، أو في البصائر، عجز كبير في موازنة 2020 يهدد بانهيار اقتصاد العراق الهش. ومن القدس العربي، ثورة في لبنان، تحطيم مكاتب لنواب أمل وحزب الله وإلغاء جلسة الحكومة. وفي البيان الإماراتية، الحريري يمهل شركائه 72 ساعة لإيجاد مخرج لأزمة لبنان. من العرب اللندنية، دعوة في اليمن لتجاوز اتفاق ستوكهولم واستئناف جهود التحرير. مثل كل الثورات والانتفاضات، فاجأت ثورة العراق هذه المرة العراقيين والعرب بقوة مطالبها الشرعية الأساسية لحياة كريمة للبشر طال انتظارها منذ عقد ونصف العقد من دون جدوى. ولا أسام الرأي تقول في صحيفة العربي الجديد إن الشباب المتظاهر سلميا هو من خرج يطالب بدولة ذات سيادة وليس بعملية سياسية عمرها 16 عاما راكمت الفساد وتدمير العراق في كل مفاصله ونهب ثرواته وقتل أبنائه ونشر الفتنة الطائفية وفسح المجال للتدخل الأجنبي. لم يكن هؤلاء الشباب متفائلين بحكومة عبد المهدي، لأن 80% وربما أكثر من العراقيين لم يذهبوا إلى الانتخابات في أيار عام 2018، لكنهم أمهلوا حكومة عبد المهدي الذي عين ولم ينتخب، ونسجت عن الرجل دعاية تصفه بأنه مواكب عصر التكنولوجيا الحديثة وخبير اقتصادي. ثم ليتأكد الجميع كذب الدعاية وعدم الالتزام بالوعود، بل شاهد الضعف والخضوع التام للميليشيات وحيتان الكتل في تشكيل وزارته، ثم لينفجر غضب غير مسبوق تختزنه صدور العراقيين الذين تيقنوا بشكل تام من عقم العملية السياسية وطبقتها الفاسدة وارتباطها التام بالقرار الإيراني وحرسه الثوري الذي يتزايد نفوذه بشكل كبير في كل مرافق الدولة ومراكز قرارها. فتحول غضب الناس ونقمتهم بسبب انعدام الخدمات وسبل الحياة إلى قضية تحرر وطني، وإلى أشواق إلى انعتاق العراق والعراقيين من قبضة حكومة همها الأول سرقة العراق. كانت الانتفاضة الرد الطبيعي على حكم اللا دولة والعملية السياسية وحكومة عبد المهدي والحكومات التي سبقتها خلال 16 عاماً، حكومة بعد حكومة أثخنت العراق والعراقيين بالجراح. واليوم أزفت اللحظة التاريخية للانتفاض وانتزاع الحقوق واسترجاع الأرض من المحتلين وأدواتهم السياسية واستعادة استقلال العراق وسيادته الوطنية. ورأت الكاتبة أن العراق لن يستعيد نفسه إلا باستمرار هذه الانتفاضة وتحقيق أهدافها كاملة، وهي من المعارك الكبرى التي خاضتها شعوب كثيرة لتتمكن من كسر قيودها والتخلص من جلادها. فشباب العراق عازم بإرادة قوية وتضحية على السير في طريق الحرية، غير عابئ بالتضحيات من أجل الخلاص. المعالجات التي عمدت إليها حكومة عادل عبد المهدي ارتجالية، منح الرواتب لمدة 3 أشهر للعاطلين عن العمل وتعيين عشرات الآلاف في مؤسسات الدولة المتخمة والمتهرلة أصلاً، وتوزيع الأراضي السكنية ومنح تسهيلات في القروض للبناء وغير ذلك.
محمد عاكب جمال رأى في صحيفة البيان الإماراتي أن هذه الإجراءات من الصعب أن تثمر عن نتائج إيجابية، فليس هناك أي جدوى اقتصادية منها، أما الجدوى السياسية فسوف نرى بعد حين بأنها شبه معدومة بل مضرة. إيرادات العراق لا تكفي لتغطية الميزانية التشغيلية على هيئة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتسديد فوائد وخدمات القروض التي تصل حوالي 15% من الميزانية. التخبط في مواقف المسؤولين والتصريحات التي صدرت عنهم في معالجة تداعيات التظاهرات تعكس مدى الرثاثة والتهافت الذي وصل إليه الخطاب السياسي العراقي. المجال لا يتسع للدخول في تفصيلات كثيرة، إلا أننا سنكتفي بذكر مثالين على ذلك. أولهما ما صرح به رئيس هيئة الحشد الشعبي والمستشار لشؤون الأمن القومي حين خرج ليعلن أن الأجهزة الأمنية أجهضت مؤامرة تستهدف النظام الديمقراطي، متجاهلاً الخروقات التي ارتكبتها هذه الأجهزة لحقوق التظاهر التي يكفلها الدستور للجميع. إن كان هؤلاء الشبان ينفذون مؤامرة وأن أجهزته القمعية قد أجهضتها، فلماذا تعلن الحكومة الحداد لثلاثة أيام على مقتل هؤلاء المتآمرين وتعد بأنها ستعامل قضاياهم كما تعامل قضايا الشهداء؟ أما الثاني فهو ما صدر عن رئيس الوزراء حين أعلن عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان، مضيفا أن تشكيل اللجنة يأتي استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة. ويختتم الكاتب بالقول أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث بلسان دولة لا مؤسسات فيها تديرها المرجعية الدينية التي أصبح الالتزام بما يرد في خطبها الأسبوعية بديلا عن التزام بنصوص الدستور. تتخوف السلطات الحكومية في العراق من احتمال استثمار المحتجين زيارة الأربعينية والتي توافق 19 من شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي للضغط عليها وتنفيذ مطالبهم، لذا دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تأجيل الفكرة التي طرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مصطفى سعدون تساءل في موقع المونيتور: هل يستثمر المتظاهرون زيارة الأربعينية في التحشيد ضد الحكومة؟ الكاتب ينقل عن المتظاهرين قولهم إن هناك إمكانية كبيرة لاستثمار الزيارة من أجل التحشيد للتظاهرات المقبلة، وهو واجب سيجد الكثير من خطباء الدين أنفسهم مرغمين على فعله حتى وإن كانوا من الموالين للحكومة، وذلك بسبب ارتفاع موجة الاحتجاج في العراق وتسليط الضوء على الجرائم التي صاحبتها. ويضيف الكاتب أن الأهم إضافة إلى التحشيد هو المطالبة بالكشف عن المعتقلين وإطلاق سراحهم والتوقف عن ترهيب الصحفيين والإعلاميين والناشطين من المتظاهرين الذين تتم متابعتهم وتهديدهم منذ أن بدأت الاحتجاجات. ويشير الكاتب إلى أن الحكومة العراقية تسرب معلومات إلى وسائل الإعلام وعبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود اتفاقات على إنهاء التظاهرات أو على الأقل تأجيلها أثناء الزيارة الأربعينية، لكن المتظاهرين لم يبدوا أي موقف رسمي في هذا الشأن، ولم يتحدث أي منهم عن تأجيلها. ويقول الكاتب إن الحكومة العراقية تعرف جيداً أن التظاهرة إذا ما خرجت من داخل حشود الزائرين فإنها ستكون مثل كرة الثلج تكبر في شكل سريع، كما أنها ستحمل رسائل عدة، أولها أن الزائرين الشيعة تظاهروا ضد حكومة شيعية، وثانيها أن الاحتجاجات مهما بلغت ذروتها فإن المساس بالمتظاهرين يعني إنهاء شرعية حكومة عبد المهدي.
وبحسب قول الكاتب فإن زيارة الأربعينية لن تكون منطلقاً لبدء الاحتجاجات من جديد، لكنها ستكون نقطة تحشيد وتثقيف للخروج بحركة احتجاجية كبيرة في الأيام التي تعقب هذه المناسبة. وهذا ما يؤشر إلى أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالاحتجاجات في المدن العراقية. السؤال الذي يطرح هذه الأيام، هل هناك أزمة حقيقية في العراق أم هي مجرد محاولات غير بريئة لقلب الحقائق وتهويل وتسويد لواقع وردي مزدهر مليء بالرفاهية والأمن والسلام وسعي لتشويه سمعة الحكومة أمام المجتمع الدولي؟ جاسم شمري رأى في موقع عربي 21 أن الحقيقة هي أن العراق في أزمة جلية لا يمكن لكل من يملك بصرا وبصيرة أن ينكرها، وعليه لابد من بداية من الاتفاق على وجود هذه الأزمة، لأن هذا الاتفاق من أهم عوامل الوصول إلى حل الأزمة. يمكننا تحديد أبرز أسباب الأزمة العراقية. أولاً، عدم وجود حكومة جامعة عاملة لمصلحة الوطن. ثانياً، التدخل الأجنبي السياسي والعسكري المرحب به من قبل الحكومة مرة لأسباب أمنية وأخرى لأسباب عقائدية خاصة. ثالثاً، تدخل الميليشيات في عمل غالبية أجهزة الدولة وبالذات في القضاء والأمن. رابعاً، محاولات بعض النخب السياسية والدينية والثقافية قلب الحقائق والطعن بمحاولات الإصلاح وشيطانتها حفاظاً على مكتسباتهم. الأزمة العراقية بحاجة إلى عملية تفكيك وتركيب، وأثناء مرحلة التفكيك غير السهلة وغير المنظورة حالياً، ينبغي حصر القتلى والمجرمين سواء من المشاركين في العملية السياسية أو غيرهم، وضرورة إنزال العقاب القضائي اللائق بجرائمهم. من أهم أسباب الأزمة العراقية هو أن المتهم هو الحاكم، ولهذا فإن لجنة التحقيق الحكومية التي شكلت للتحقيق في قتل أكثر من 165 متظاهراً وجرح أكثر من 6100 آخرين هي لجنة غير شرعية، ذلك لأن الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي متهمة في جرائم استهداف المتظاهرين حتى الساعة، ولهذا ينبغي أن تكون اللجنة إما برلمانية برئاسة برلماني جريء أو دولية يمكنها أن تكشف الحقيقة للمجتمع الدولي، وإلا لا يمكن تصور أن اللجنة الحكومية ستوجه الاتهامات لرئيس الحكومة في كل الظروف والأحوال. ورأى الكاتب أن هذه الحلول الرسمية لم تشخص الخلل الجوهري، لأن بعض الساعين للعلاج هم جزء من المشكلة، ولهذا ينبغي أن يكون التشخيص صحيحاً حتى يكون العلاج دقيقاً ونافعاً، وإلا فهي دوامة جديدة ستدور بها الدولة دون تحقيق أي نتيجة تذكر للوطن والمواطن. كانت الحرائق الواسعة التي اندلعت في لبنان الأسبوع الماضي والتي اقتربت من 140 حريقاً كانت دليلاً جديداً للبنانيين على ضعف قدرة حكومتهم على حل الأزمات باختلاف أنواعها. صحيفة القدس العربي رأت في افتتاحيتها أن العوامل التي دفعت اللبنانيين إلى الشوارع لا تختلف في جوهرها عن العوامل التي دفعت إخوتهم في العراق والسودان والجزائر ومصر في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية إلى الاحتجاجات العارمة. لقد رأى اللبنانيون وقارنوا بين أوضاعهم المتدهورة وأوضاع أشقائهم في البلدان العربية المنتفضة، ولعل البعض انتبهوا إلى أن أوار الحريق العربي الكبير الذي اشتعل عام 2011 انتهى إلى اقتراب أكبر من الديمقراطية الحقيقية في تونس، وإلى تولي حكومة مدنية شؤون الحكم بعد انتفاضة في السودان، وإلى سقوط رموز بوتفليقة في الجزائر الذين انتهوا إلى السجن. في المقابل، فقد فضل بعض الزعماء اللبنانيين كما هو حال الرئيس عون وصهره جبران باسيل رؤية الجانب الآخر من الثورات، وهو الجانب الدموي الذي يحتفظ فيه الطغاة بالكرسي فوق بحر دماء شعبه. إحدى المفارقات اللبنانية أن الأحزاب المشاركة في الحكومة والتي تقر الموازنة بممثليها الوزاريين
تقوم بالمزاودة والاعتراض عليها عبر ممثليها البرلمانيين، بل إنها تزايد على المتظاهرين والمحتجين بشعارات الإصلاح ومقاومة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وهذه إحدى فضائل نظام المحاصصة الطائفية الذي يعمل على ركوب الموجات الشعبية ويدعي تمثيل طائفته والنطق باسمها، لكنه يتشارك نهبها والتسلط عليها ولو اضطر الأمر إلى إطلاق النار عليها. واختتمت الصحيفة أنه على الرغم من دهاء النظام اللبناني وطرائقه العديدة لتصريف أزماته، فإنه وصل إلى أزمة وجودية طاحنة صار المخرج الحقيقي المخرج منها هو ما عبرت عنه الشعوب العربية برغبتها في سقوط النظام وصولا إلى منظومات ديمقراطية قادرة على تضمين الجميع والتعبير عن آمالهم وأحلامهم. ليست الغابات وحدها التي كانت تحترق في لبنان بداية هذا الأسبوع في كارثة بيئية كبيرة ومخيفة وغير مسبوقة، فالمسؤولية السياسية أو ما تبقى منها هي أيضا التي كانت تشتعل وتتفحم. راجح الخوري رأى في صحيفة الشرق الأوسط أن جريمة النيران التي اندلعت في 138 نقطة من رئة هذا البلد الميتم والمتهالك لم تكن أقل من جرائم عدد كبير من المسؤولين السياسيين الذين تبين مرة جديدة أنهم أسوأ من الحرائق. النار تجد في النهاية الإطفائيات التي تكافحها وتنهيها، ولو كان ستأتي كالعادة تسولا من قبرص واليونان. ولكن كيف يمكن مكافحة هذا الحريق السياسي المتأجج منذ أعوام الذي لم يترك لبنان بلا وقاية من الكوارث والحرائق فحسب، بل أشعل نيران الحروب وأجج الصراعات التي لا تنتهي، وسبق له أن دمر البلاد كما يدمر الاقتصاد الآن. ملايين الأمتار من الغابات والبساتين المثمرة تئن متفحمة سوداء، لكن النقاشات بين النواب والوزراء لا ولن تقل سوادا وسط محاولات لتقاذف المسؤولية عما حصل والذي حصل. إنما جاء في سياق تراكمي من الإهمال والفساد وعدم احترام للمسؤولية. الآن يتبارون في الدعوة إلى تحقيق حول طائرات السيكورسكي المخصصة لمكافحة الحرائق والمعطلة في المطار، ولكأن القصة تقتصر في فصولها الفضائحية وفسادها العميق عند هذا الأمر وحده. والمضحك المبكي أنهم يتحدثون مرة جديدة عن لجنة تحقيق برلمانية، وبالتالي من يحقق مع من في بلد لا حدود بين سلطتيه التنفيذية والتشريعية، وفي زمن صارت فيه الدولة تقوم علناً على مبدأ المحاصصات ودائماً من منطلق طائفي ومذهبي، بما يكفل دوام الانقسام واستحالة محاسبة الفاسدين الذين لم يقوموا بما عليهم من المسؤولية. الكاتب رأى أنه ليس سؤال بعد كل هذا ماذا ستتكشف التحقيقات إن كانت الحرائق هذه طبيعية أم مفتعلة كما قالت بعض الروايات، أو من المسؤول عن إهمال الطائرات لتصبح كومة من خردة صدئة في المطار كما يقول الكاتب. المهم أكثر من كل هذا هو احتراق ما تبقى من صدقية لبنان أمام الدول المانحة التي قررت مساعدته في مؤتمر سدر، لتكتشف الآن أنه ليس غارقا في الحرائق فحسب، وإنما غارق أيضا في حرائق الخلافات السياسية. الآن مشاهدينا الكرام إلى مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية.
وفي الختام لكم تحية مشاهدينا، إلى اللقاء.